ومكملين لفقرة كتير مميزة. أكيد فرح، يعني نحن مثل ما بنعرف هذا الشهر كلياته مناسبات خاصة بالمرأة، بكرة عيد الأم، كل سنة وانتي سالمة وكل أمهاتنا بخير يا رب، ولكل يلي عم يسمعنا. طبعا بهالمناسبة بتكتر الأفكار والناس بتحتار شو ممكن تاخد هدايا بعيد الأم. اليوم رح نتعرف على خليني أقول هيك هدايا بسيطة وحلوة ممكن تزين البيت فيها الأم، وبنفس الوقت تكون هي هدية حلوة لها، وهي الشوكولا. كلياتنا بنحب الشوكولا وبنحب المكسرات، انا كثير بحبها، كلياتنا بنحبها، يعني ما في اجمل من هي الهدية تنعطى لاي ام او لاي سيدة بقلب البيت. طبعا عن هذا الشيء رح نتعرف اكثر عن البوكسات المميزة اللي هي طبعا من مشروع الخاص للسيدة عليا خيربيك واللي اسمها ماتروشكا. خلينا نتعرف اكثر شو محضرة للسنة ونقول لها صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. اهلا. صباح الخير. صباح الخير مرة ثانية عليا، وينعاد عليك يا رب. وعليك كمان على كل الامهات. اكيد اكيد. اليوم لما بنحكي عن مشروع له سنين فهو حامل معه كتير تعب وكتير أفكار حلوة. اليوم شو في جديد بهذا المشروع؟ خلينا نحكي عن بدايته واليوم كيف صار وكيف تطور. هلا مشروع ماتروشكا هو فكرة، يعني شيء بحبه، شيء كل عمري بتمنى إنه تتطبق، الوقت ما كان مناسب وبلشت من 4 سنوات. كل مرة الفكرة بتتطور وكل مرة بحاول أعمل فيها شغلات وإضافات جديدة وعم يحبوها الناس. بالإضافة كمان إنه دائماً لما بتسافري بتشوفي شو في برا وشو عم بيعمل كذا، كمان بيساعدك هذا الشيء إنه تطوري مشروعك. وأكيد أكيد الكوكيز الشوكولا المجففات يعني هو شيء قريب لقلوب الكل، يعني شكله حلو عليا وطعمته كتير طيبة. إيه شكله حلو وطعمته طيبة، وبنفس الوقت هذا مشروع أنا برأيي أو هذا المجال هو مجال كرم، يعني دائما لما أنت بتختاري أفضل شيء وبتعملي أي شيء بعناية باهتمام بأدق التفاصيل، لما بيكون بمحبة شيء طالع من القلب فهو أكيد بده يطلع شيء مرتب وحلو. أكيد. طيب عليا خلينا نحكي، يعني اليوم صرنا بوقت الشكل له كتير دور كبير، يعني صار في كتير مشاريع مشابهة إن كان من تنسيق الشوكولا، يمكن أنت أو من أوائل الناس اللي بلشوا بهذا الشيء. بعدين صرنا نشوف هلأ على الإنترنت كل حدا بينزل تصميم وبيعمل شيء حلو ونحن بننبسط طبعاً إنه عنا هاي الأفكار. أكيد. الحلوة، شو الشيء اللي عم تحافظي عليه دائماً لحتى يضل مميز، إن كان من الألوان اللي بتستخدميها بتزيين الشوكولا، التنسيقات، وأكيد الاسم والشكل اللي هو الطبعة الخاصة المميزة إليك اللي هي ماتروشكا. لقلك دائماً أنا حدا كتير بلتفت للجودة، يعني أنا كتير بيهمني أنه يكون كل شيء من أفضله، يعني يكون بكل تفصيل، يكون في الاختيار لنخب أول، يكون في دائما شيء ببين، يعني هو لأنه ببين إذا خففتي ببين صح. وإذا تقلتي ببين، فأنا بفضل أنه دائما الاختيار يكون لأحسن شيء لحتى أقدر وصل كمان للعالم أحلى شيء. عليا كثير عم تشاهينا الصور المعروضة اليوم. خلينا نحكي أنه الناس أذواق، وإن كان باختيار شكل البوكس وإن كان بالطعمات اللي بيحبوها. قدي ممكن تاخدي أذواق الناس بعين الاعتبار؟ شخص مثلا حابب بيقلك مثلا علي انا حابب هيك هيك بس على ذوقك، هي الطعمات اللي انا بحبها وهي الالوان اللي انا بحبها، فده هون بيسهل عليك التنسيق اكثر. هلا ولا مره انا حدا قال لي مثلا انه حدد لي طعم معينه، لانه كله بيقول انه كلهم طيبين. بس اكيد ممكن نحن نركز على في حدا بيحب شغلات حلوه اكثر من المالحه او المالح اكثر من الحلو، يعني هي اكثر شيء ممكن نحن نركز عليه. بالاضافه انه في كثير اشخاص هلأ مثل هلأ مثلا فترة عيد الأم ومناسبة هالستات الحلوين، فدائما الأولاد بيسعوا أنه يكون شيء صحي، يعني يبعدوا شوي عن أمور السكر، يراعوا موضوع يعني التفاصيل أنه تكون صحية أكثر، فبيختاروا شغلات مجففات. والوقت عليا، الوقت اللي كل بيسأل عنه قدي ممكن يخدمنا الوقت أنه نحن
احنا بدنا اياه بالتاريخ الفلاني، في طلبيات كثير. هو بشكل عام انا بالمناسبات بيتم الطلب قبل باسبوع، لانه بيكون فعلا في ضغط، في عالم كثار ومحبين كثار، وهن صاروا يعني زبائن دائمين. يعني انا بتشكرهم انه هن دائما بيختاروني، دائما بيتذكروا انه الهديه الحلوه بتنجاب من عندي، فصرنا نحن اصدقاء دائما بنتواصل. وبشكل عام بالايام العاديه الطلب قبل بيوم، لانه فعلا كل بوكس بياخذ وقت ليتحضر بعنايه وباهتمام. اكيد. يعني كمان خلينا نحكي شويه تفاصيل العلاقه بطريقه التقديم، يعني كل سنه عن سنه عم بتغيريه، عم بتدخلي تفاصيل جديده، مثل ما عم نشوف بالصور اللي عم تنعرض، كل مره عم بيكون في اسلوب جديد، ان كان من الالوان، كان حتى من الرسمات، وحتى عم تعملي شيء بخص سوريا، عم تنزلي العلم السوري، تفاصيل كثير خلينا نحكي عنها. في حدا بيصمم ولا انت بتصممي؟ لا انا بصمم، هو المشروع كله فروم اي تو زد هو انا، يعني بصراحه حتى اللوجو انا اللي صممته، المتروشكا الحديثه المتطوره، نظارات شمس. بصراحه انا بحس انه يكون شيء قريب من الناس، يعني دائما لحتى اقدر اوصل لقلوب العالم المفروض يكون في كتير تاتش خاصه فيني. يعني صح. اكيد في عالم بتساهم برايي، يعني انا بستشير اكثر حدا بعتمد على رايه هو زوجي. ايه، لانه هو شخص يعني ذواق، يعني وكثير بيسافر وكثير بيطلع، فبستشيره اكيد وبفرجيه وهيك. رفقاتي، الاهل، اخوات، يعني دائما بستشير اراء عالم بهموني، لانه بعرف ما رح يجاملوا، يعني رح يقولوا الحقيقه اذا ايه او لا. كمان بصراحه انا بحب لما بنزل صوره معينه التعليقات دائما عم تكون ايجابيه، بصراحه هذا الشيء كمان بيعطي كثير دافع وطاقه ومحبه لهيدا الشيء، لحتى دائما تقدمي الاجدد والاحلى والافكار الحلوه. يعني العالم المحبه ليك، الكلمه الحلوه والناس اللي بيحبوكي هن انا برايي اكبر دافع انه انت دائما تكوني تمشي لقدام وتتطوري وتقدمي طريقتك او فكرتك او مشروعك بطريقه راقيه وحلوه. هلا ما بعرف علي اذا بتتفقي معي بالراي، اليوم المناسبات كثيره ومختلفة عن بعضها، دائما لازم يكون في افكار جديدة، ان كان مثل ما قلنا بالشكل، بالتنسيق، بالالوان، بالطعمات، دائما لازم يكون في جديد، لانه العالم بتمل اوقات انه نحن بدنا شيء جديد. فاليوم عيد الام، بعد شوي جايينا كمان شهر رمضان الكريم، كمان نعايد كل السوريين بهذا الشهر المبارك، فاكيد لازم نكون محضرتين لنا افكار كثير حلوه، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. هلا انا ما كثير مع فكره التجديد الدائم بصراحه، يعني انا شخص بحب مثل ما بيقولوا الاساس يكون شيء معين، وفيك تقدمي تطوري مثل ما قالت سلمى من ناحيه الالوان، ناحيه الغلاف، البوكس، بس الأساس يضل مثل ما هو يعني. والفكرة الأساسية الواحد ما يبعد عنها، لأنه هي اللي فاتت مثل ما بيقولوا على قلوب الناس، فخلص أنا بحافظ عليها بس بطور فيها من ناحية الباكج. بس بخصوص المناسبات، يعني لكل مناسبة بيكون في طريقة التقديم مختلفة، بس الفكرة الأساسية بتضل مثل ما هي. الطعم مستحيل غيرها، لأنه هي عن جد أحسن شيء والناس حابينها، فأنا بهمني كمان أنه العالم تكون حابة وتنبسط من الشيء اللي عم تطلبه، يعني تعرف حالها أنه هي دائماً رح تحصل على الأفضل. أكيد. فمشان هيك لا ما رح غير. شو محضرة على شهر رمضان؟ بتشوفوا رح أكون أكيد ضيفتكم. أكيد. علي بدي أسأل كمان عن فكرة مهمة، يعني كنت عم تحكي عم تقولي أن الناس المحبة والتعليقات وهي القصص، نحن بنعرف أنه المشروع بلشتي تسويق فيه عبر الإنترنت، واللي بيعرف علي وبيتابعها بيعرف أنه هي أساساً مؤسسة مجموعة صبايا وجروب صبايا
صبايا على الفيسبوك اللي بلش انه يدعم كل السيدات بمختلف المجالات، وكان عندنا كثير ضيوف طبعا بفضل دعمكم لهم قدرنا نوصل لهم من على صفحتكم على الفيسبوك. قد ايه بتشوفي اليوم نحن قادرين بظل الوقت اللي كثير في ناس بتتسلى بس بالاحاديث السلبيه صح. على السوشيال ميديا، انه نحن لا نعمل شيء ايجابي؟ لمستي هذا الشيء لما بلشتي مشروعك الخاص، وقد ايه شفتي فيه دعم؟ قد ايه انتشر كمان، يعني مو بس ضل بسوريا وبالمحافظات السوريه؟ هلا ايه مزبوط، نحن اليوم اصلا العصر تبع السوشيال ميديا هو اللي بيساعدك انه انت تقدري تعملي اي مشروع وتطوري فيه وتسوقي له بطريقه سليمه. هلا نحن كلياتنا بالنهايه اكيد انا بعتز بجروب صبايا كثير، لانه فعلا هو اللي جمعنا، هو جمع هالصبايا، هو جمع هالستات اللي عندهم هالمواهب الحلوه، وقدرنا نشوفها نتعرف على بعض وناخذ من افكار بعض، نطور من افكار بعض، ننصح بعض، يعني هو اكيد شغله كثير مهمه. السوشيال ميديا مثل ما قلتي في عالم بيستعملوها بشكل سليم، وفي عالم بيستعملوها بشكل بناسب اخلاقهم اللي هن ربيوا عليها. نحن هدول الاشخاص نفضل ما نشوفهم وما نجتمع فيهم، يعني هن لما بشوف انا حدا بهيدي المجموعه بجروب صبايا، انا لما بشوف حدا هو عم بيسيء هذا بيطلع لبرا المجموعه وما بدنا اياه معنا بيناتنا. الصبايا يلي بلشوا بالمشاريع نحن بالفعل الحمد لله قدرنا ندعمهم، قدرنا نحط عليهم سبوت كبير، وحتى استعنا فيكم انتم صديقاتنا الاعلاميات انه عن جد شوفوا هالتميز يلي لازم الناس تعرف عنه، وبفضلكم فعلا هنن كمان بدعمكم انتشروا وصارت مشاريعهم كبيره، في عالم فتحت محلات، في عالم قدرت صحيح. تفتح ورش، في عالم صارت وصلت للعالميه، سافروا وبلشوا مشاريعهم كمان خارج سوريا. فالسوشيال ميديا هي اكيد شيء مهم للاشخاص يلي بيستعملوها بشكل سليم. اكيد عليا كنتي ضيفه كثير لطيفه معنا لليوم بهذا المشروع الحلو والمميز، بتمنى لك كل التوفيق لكل الصبايا يلي فعلا حابين فكره المشروع وحابين كمان يخطوا نفس الخطوات يلي مشيتي فيها كمان. بدي اوجه لهم كل التحيه، وخلينا كلياتنا ندعم بعض ونكون ايد واحده بلا ما ندور على الشغلات السلبيه فعلا. في كثير ايجابيات وكثير شغلات حلوه بنقدر نستفيد منها. اي والله يا ريت. شكرا لك فرح، شكرا سلمى، وشكرا الإخبارية السورية اللي دائما بتجمعنا على المحبة وعلى الشغلات الحلوة، بتدعمنا، بتدعم مشاريعنا وبتدعم الصبايا، يعني هذا الجيل يلي عم يطور حاله بهالظروف الصعبة، يعني عم نقاوم مثل ما بيقولوا. شكرا كثير لكم، وكل عام وامهات سوريا بألف خير، وستات سوريا بألف خير، وقريبا كمان رمضان كريم للجميع ان شاء الله يا رب. شكرا لك علي ولوجودك معنا اليوم، واكيد لكل يلي تابع فقرتنا معك شكرا كثير. شكرا.